بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طلاب الصف الرابع، يعطيكم العافية جميعا. درسنا اليوم يا مس من أسماء الله تعالى العظيم. شوفوا يا رابع ما أجمل هذا الاسم العظيم. خلينا مع بعض يا مس نقرأ هذا الاسم، هيك بنطلعه من القلب، العظيم. خلينا يا ربع مس نتطلع شوي على المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى. رب العالمين يا مس خلق لنا هذه السماوات، وخلق هذه الأرض، وخلق النجوم، وخلق البحار، وخلق الجبال، وغيرها من المخلوقات خلقها الله عز وجل. إنه الله العظيم القادر على كل شيء. فالمؤمن يستشعر عظمة الله تعالى، أن الله عظيم قادر على كل شيء، خلق كل هذه المخلوقات. نعرف يا مس يا رابع أن الله عز وجل له 99 اسما. رب العالمين له 99 اسم. من هذه الأسماء درسنا اليوم هو العظيم. ما معنى العظيم يا رابع؟ العظيم يا مس هو اسم من أسماء الله تعالى، ويعني أن الله تعالى له مكانة عالية، مكانة كبيرة، العظيم، وصفات كاملة، له الكمال، لا ينقصه شيء لا في الأرض ولا في السماء، متصف بصفات الكمال. هذا يا رابع معنى العظيم، هو اسم من أسماء الله تعالى، ويعني أن الله تعالى له مكانة عالية وصفات كاملة. لو نظرنا يا ربع إلى هذه المخلوقات، نظرنا إلى جمال يمس هذه الأرض، وإلى جمال النجوم والبحار، وجمال يمس أن الله كيف أبدع وخلق الإنسان وخلق كل هذه الحيوانات، إذن يمس إحنا نستشعر عظمة الله تعالى، أن الله عظيم قادر على كل شيء. خلينا نشوف يا رابع من مظاهر عظمة الله تعالى. من هذه المظاهر يمس أن الله تعالى عظيم في ذاته، وأيضا متصف بصفات الكمال، إذا ليس كمثله شيء، إذا متصف بصفات الكمال، وهو سبحانه عظيم في خلقه. رب العالمين يمس عظيم في خلقه، خلقنا بأحسن صورة، وأيضا الله سبحانه وتعالى يمس عظيم في تدبيره، كيف خلق الإنسان، إذا هو سبحانه عظيم في خلقه، يعني في كل المخلوقات، وأيضا عظيم في تدبيره. خلينا يا ربع نحل النشاط رقم 2 وعبر عن عظمة خلق الله تعالى وتدبيره مستعينا بالصور الآتية. نطلع يا ربع على الصورة الأولى. الصورة الأولى يا مس تحكي لنا عن عظمة الله تعالى، أن الله عظيم في حدوث البرق، كيف يحدث البرق. أما الصورة الثانية، عظمة الله تعالى في خلق الدماغ والعقل. الله سبحانه وتعالى يا رب أعطانا يا مس عقل لكي نتفكر في هذا الكون العظيم الذي خلقه الله تعالى، وأيضا يمس من أجل العبادة، فأعطاني يمس الدماغ والعقل. عظمة الله تعالى في خلق الدماغ والعقل، كيف نتفكر وننظر إلى هذا الكون من حولنا. تعظيم المسلم لربه سبحانه وتعالى، كيف يكون تعظيم المسلم لربه سبحانه وتعالى؟ على المسلم يا رب، احنا كمسلمين من واجبنا يمس ان نعظم الله تعالى، ان يظهر ايمانه. كيف نظهر ايماننا بالله العظيم؟ في اقوالنا واعمالنا. ومن ذلك اول شيء يا رب، تعظيم الله تعالى بالالتزام باوامر الله تعالى. الأشياء يا مس اللي أمرنا فيها الله عز وجل لازم نلتزم فيها، واجتناب النواهي، نبتعد يا مس عن المعاصي. إذا إحنا التزمنا بالأوامر الله تعالى وابتعدنا عن المعاصي، هيك بنكون عظمنا الله عز وجل. ومن تعظيم الله تعالى أيضا يا رابع، أن نطيع رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا أن نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا يا مس من تعظيم المسلم لربه سبحانه وتعالى كثرة الذكر. إحنا دائما يا مس
فسبح باسم ربك العظيم. طلع يا رب نسبح الله عز وجل كثر ذكر الله تعالى. سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. دائما يا رب نذكر الله عز وجل لا إله إلا الله، هذا يدل يمس على تعظيم الله تعالى. كيف بدنا نظل نذكر الله عز وجل؟ يا رب سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. ثالثا يا رابع، تعظيم كلام الله تعالى. كيف بدنا نعظم كلام الله تعالى؟ وذلك بتلاوة القرآن الكريم. إحنا بس نقرأ القرآن الكريم يمس بخشوع وتأني، هذا يدل على تعظيم كلام الله تعالى. إحنا هيك عظمنا كلام الله عز وجل. خلينا يا رب نحل نشاط 3، اذكر مثالا على تعظيم الله تعالى بالجوارح الآتية. هلا في عندنا الجوارح وبدنا ناخذ المثال. مثلا عندنا يمس العين، كيف يمسنا نعظم الله عز وجل، تعظيم الله عز وجل؟ فالمسلم يمس، احنا حكينا تعظيم المسلم لربه سبحانه وتعالى. مثلا عندنا العين، لا انظر الى عورات الناس، كمان أمتع نظري فقط بتلاوة القرآن الكريم. وأيضا يمس، أغض البصر عن المحرمات، أبعد عن الأشياء المحرمة. عندنا مثلا اليد، الله عز وجل أكرمنا باليد، أتوضأ وأسبح الله تعالى. ولا أمد يدي لمال غيري بغير حق، ما أمد إيدي على مال غيري. أيضا عندنا يمس نعمة الأذن، لا أسمع، اللي هي مس نعمة السمع، رب العالمين أعطانا يمس الأذن نعمة السمع، لا أسمع ما يغضب الله تعالى، وأستمع إلى تلاوة القرآن الكريم، وأيضا أستمع إلى دروس العلم. الآن إحنا يا ربع لما نستمع لدروس العلم وندرس هذا الشيء يمس، هيك في تعظيم الله تعالى، تعظيم الله تعالى. ثمرات الإيمان بأن الله عظيم. الآن إحنا يا ربع لما نؤمن، المسلم عندما يؤمن بأن الله تعالى عظيم قادر على كل شيء، إيش الثمرات؟ أولا يزداد إيمانه، إيمانه بالله تعالى، يرتفع عنه يمس الإيمان بالله تعالى، يزداد إيمانه بالله تعالى، ويشعر بفضل الله تعالى على عباده، أن رب العالمين يمس أعطانا نعم كثيرة بفضل الله تعالى، ونشكره على كل النعم التي أعطانا إياها. هي ثمرات الإيمان بأن الله عظيم، يزداد إيماننا بالله تعالى، وأيضا يشعر بفضل الله تعالى على عباده ويشكره على كل النعم. خليني يا رب الحين يمس اختبر معلومات صفحة 52، السؤال الأول، وبين معنى اسم الله تعالى العظيم. أن الله تعالى له مكانة عالية، العظيم هو اسم من أسماء الله تعالى، أن الله تعالى له مكانة عالية وصفات كاملة. السؤال الثاني، استنتج أثرين من آثار الإيمان باسم الله العظيم. يزداد إيماننا بالله تعالى ونشعر بفضل الله تعالى على عباده، وأيضا يمس أنه نشكر الله تعالى على كل النعم. السؤال الثالث، أبين كيف أعظم الله تعالى في كل موقف مما يأتي. شوف يا مس المثال الأول، ألف، نادى المؤذن لصلاة الظهر وأنا في بيتي، كيف أعظم الله تعالى يا مس؟ أذهب إلى المسجد لأداء الصلاة. باء، خرجت في رحلة في ربوع وطني وأدهشني منظر جبالها ونباتاتها وأرضها، كيف نعظم الله تعالى؟ أتفكر في عظمة الله تعالى وأقول سبحان الله، فأذكر نعمة الله تعالى. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.